من باب المحكمة العسكرية الدائمة عاد ملف انفجار خزانات الوقود ببلدة تلال عكار للواجهة. فالحادثة الأليمة يلي سقط بنتيجتها أكثر من 30 ضحية توزعوا بين عسكريين بالجيش اللبناني ومدنيين، بالإضافة لعشرات الجرحى، شهدت سلسلة من الأحكام إنما بملف متفرع عن الانفجار. فأحكام المحكمة العسكرية طالت 9 أشخاص بتهم القيام بأعمال تهريب بالإضافة لتهم دفع رشا. أما المفاجأة هي أن الأحكام طالت 6 عسكريين بالإضافة لثلاث مدنيين. بمتن الوقائع ورد التالي: بشمال لبنان وبتاريخ ما مر عليه الزمن، أقدم كل من علي فرج وهو صاحب المحروقات المخزنة بخزانات التلال، وجورج إبراهيم وهو صاحب الأرض، بالإضافة لشخص ثالث مدني يدعى راسم، على القيام بأعمال تهريب الإسمنت والبنزين والمازوت عبر الحدود اللبنانية السورية من وإلى لبنان، وعلى دفع رشا لرتباء الجمارك اللبنانية للقيام بأعمال منافية لوظيفتهم. وأضافت: أقدم 6 الباقيين على التماس الرشا للقيام بأعمال منافية لوظيفتهم وخالفوا بذلك التعليمات العسكرية، بإشارة للعسكريين وهن كل من المؤهل دمر، المؤهل أحمد، مؤهل سمير، المؤهل الجمركي يحيى، الرئيب أول عادل، والرئيب أول الجمركي بلال. الأحكام بهيد الجرائم توزعت كالتالي: انزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 3 سنوات بحق كل من علي فرج وجورج إبراهيم مع تجريد من حقوقهم المدنية وتغريم كل واحد منهم بمبلغ 200 مليون ليرة، كما تغريم راسم مبلغ 10 ملايين ليرة. أيضا أنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة مدة 3 سنوات بحق المؤهل دمر والتجريد من حقوقه المدنية وغرامة 10 ملايين ليرة لبنانية، كما أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة مدة 1.5 سنة بحق المؤهل أحمد مع تجريده من حقوقه المدنية وغرامة 7 ملايين ليرة. أما كل من المؤهل سمير، المؤهل الجمركي يحيى، الرئيب أول عادل، والرئيب أول الجمركي بلال، فأعلنت المحكمة براءتهم للشك ولعدم كفاية الدليل. قانونيا شو بيعني التجريد من الحقوق المدنية؟ مادة 49 من قانون العقوبات اللبناني المنصوص عنها بالمرسوم الاشتراعي 113/83 تتحدث عن تجريد الحكم المدني. أولا العزل والإقصاء عن جميع الوظائف العامة والخدمات العامة. ثانيا الحرمان من حقي في أن يكون ناخبا أو صاحب امتياز أو أي التزام يتقاضاه من الدولة. الحرمان من حقه في أن يكون ناخبا أو منخوبا من سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية. عدم الأهلية لأن يكون مالكا أو ناشرا أو محررا لأي جريدة أو لأي نشرة دورية أخرى. الحرمان من حق تولي أي مدرسة أو مهام في التعليم العام أو الخاص. الحرمان من حق حمل الأسلحة والأوسمة عفواً والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية. هي أحكام صحيح صدرت عن ملف متفرع إنما مرتبطة بانفجار التلال، فهل رح تصدر قريباً أحكام تتعلق بالمجزرة بحد ذاتها بجرم التسبب بالقتل